دكتور زايد، ودي تعطينا فكرة عن هذا الاختراع، بناء القدم بتقنية ثلاثية الأبعاد، وهذا الاختراع وش الخطوة اللي بعد هذا الاختراع؟ الاختراع بدينا فيه صراحة هو رسالة دكتوراه كانت في جامعة سري في بريطانيا، كان يشرف عليها 4 جراحين بريطان والمشرف الرسالة بالإضافة إلى عميد الكلية. طبعا بدأت الفكرة أن يعني كان في إشكالية في مرض معين في القدم اسمه بالإنجليزي بلانتر فاشيايتس، بالعربي اسمه الالتهاب الأخمص الضام، وكان فيه علاج له لكن ما كانوا يعرفون الأطباء كيف يعني العلاج هذا، يعني البروسيس حقه العلاج كيف يعالج داخل جسم الإنسان. فطرحت يعني فكرة وطرحت علينا فكرة أن ناخذ MRI لكل مريض معين ونحاول نعيد بناء القدم هذه ثلاثية أبعاد داخل الكمبيوتر. أخذنا حوالي 256 صورة، طبعا ثلاثية الأبعاد معناها X Y وZ، فعشان يعني عشان الارتفاع الطول والعرض والعمق. أخذنا 256 صورة، كل صورة نسوي لها إعادة بناء للعظم ولل. بس هذه التقنية ما كانت موجودة من أول؟ الثلاثية الأبعاد موجودة، اللي كان ما هو موجود إنه خلينا كل القدم كاملة تتحرك مع بعض، فهذه يعني على قولتهم هوموجينيس، يعني تتحرك بشكل هرموني يعني مع بعض. فإذا داخل الكمبيوتر أنت ضغطت على الأصبع يصير يتحرك كل القدم كاملة، فهذا الشيء هو اللي خلانا هذا الشيء الجديد في الطب، إنه من أول كان مثلاً في شيء ثلاثي أبعاد ما يتحرك. فالآن الجديد الآن كلش يتحرك، إذا ضغطت منه يشد الوتر الأخمصي هذا فيحرك كل العظام زي جسم الإنسان بالضبط. فأخذت معنا حوالي 2 سنين و9 شهور لبناء القدم. القدم تحتوي 26 عظمة وتحتوي الأوتار وتحتوي المفاصل بالإضافة إلى الأخمصي الضام، هذا الوتر الأخمصي الضام وهو أهم جزء اللي احنا نعالج فيه. الوتر الأخمصي الضام هو اللي يجي يدخل في عظمة الكعب، اللي يدخل في عظمة الكعب. هذا كان صعب بشكل مرة كبير، يعني حتى احتاجنا الجراحين، لأن إذا كنا نشوف MRI ما نعرف بالضبط وين الوتر الأخمص الضام، لأنه يصير فيه غموض واضح في صورة MRI، فاحتاجنا الجراحين عشان يحددوننا بالضبط وين مكانها. والحمد لله رب العالمين، ربي وفقنا بعد هذا. طيب وش ممكن يساعد هذه التقنية الحديثة اللي انتم ضفتوها ضفتوها للبشرية، فيها بعد انساني جميل، وش ممكن تساهم فيه؟ كيف ممكن تساعد المرض هذا؟ يعني في امريكا يصيب 10% من البوبوليشن، نتكلم عن 390 مليون، يعني انت تتكلم عن 39 مليون بالضبط يصيبهم خلال فترة الحياة. فاحنا والله الحمد لله يعني شرحنا كيف او وصلنا لطريقة يعالج فيها المريض، أو 39 مليون خلينا نقول 10% من أي بوبوليشن، من أي عدد سكان طبعا، يعالج المرض هذا. إنه تساعدون في التشخيص تقصد؟ نساعد في التشخيص وفي العلاج كلهم. أنا ما كملت لك طبعا، بعد ما بنينا العظام كاملة القدم كاملة، فيه تقنية جديدة حديثة اسمها الريدال شوك ويف ثيرابي، هذه اسمها الموجات التصادمية. فإحنا جينا وعدنا بناء نفس الموجات التصادمية في الكمبيوتر، وحطينا القدم مع الموجات التصادمية وشفنا كيف يعالج، كيف تدخل الموجات داخل جسم الإنسان وكيف تبدأ العمل. فمن خلال هذا الكونسبت أو المبدأ حددنا الكمية اللي لازم تدخل على العظم، حددنا المكان الأفضل لدخول العظم، وهذا الشيء ساعد الجراحين أنهم وين يحطون نفس الجهاز هذا، بالإضافة إلى تحسينات إحنا سويناها في الجهاز الآن قاعدة تصنع في سويسرا. ما شاء الله كويس. وش خطوتك الثانية بعد يعني بعد هذا الإنجاز؟ والله الآن يعني هو يسمونه بالإنجليزي بايوميكانيكس، أو هو الميكانيكية الحيوية، نحتاجها عندنا في السعودية صراحة، لأن المرض نفسه أنا أقول لك يجي عادة مع الوقت، مع كبر السن، مع الهاي هيل اللي يستخدمونه النساء اللي هو الكعب العالي، هذا يسبب مشاكل كثيرة يعني، فالمرضى يتزايدون، بالإضافة إلى أنه ينفع مرضى السكر بإذن الله سبحانه وتعالى. الخطوة القادمة بإذن الله أنه يعني يكون للشخص مكان معين يساعد فيه الناس والمرضى، أو عيادة معينة يساعد فيها الناس والمرضى، يعني لتجاوز هذه. إن شاء الله أنها تكون في السعودية بس. والله إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. د-
دكتور لو سألتك عن يعني كيف تشوف هذا الإنجاز، كيف تلقف العالم الأطباء الأوساط العلمية، كيف تلقفت هذا الإنجاز اللي أنتوا عملتوه سواء على المستوى المحلي أو حتى أيضا على الدولي العالمي؟ بالنسبة خلنا نبدأ في العالمي بعدين نجي للمحلي. بالنسبة للعالمي الحمد لله رب العالمين دعيت إلى يمكن حوالي 6 مؤتمرات عالمية في منظمة البايوميكانيكس الأوروبية، الميكانيكية الحيوية الأوروبية مرتين لإلقاء محاضرات، منظمة البايوميكانيكس الأمريكية لإلقاء محاضرة، نزل لي ورقتين علمية في جورنال بايوميكانيكس اللي هي أقوى جورنال أو أقوى صحيفة علمية موجودة في المجال هذا. وكان يعني الآن الخطوة القادمة بإذن الله عز وجل في البحث أنهم الآن يحطونها في جسم الإنسان، يقيسون القراءات اللي حنا سويناها، طبعا هذا مجال البحث القادم، القراءات اللي حنا سويناها في الكمبيوتر الآن تقاس على جسم الإنسان ونسوي validation اللي هو محاكاة للواقع ونشوف نتائجنا كيف بتكون بإذن الله عز وجل. على الجانب المحلي للأمانة كان يعني الاختراع هذا كان بالصدفة، يعني كنت مع أحد الأخوان في من مشاهير تويتر وشرحت له الوضع وأخذ بطريقة ما شاء الله جميلة ونزل في تويتر والحمد لله لقت يعني نجاح كبير، اللهم لك الحمد. كرمت من أكثر من مكان للأمانة، كرمت من العائلة أولا ومن أكثر مكان ثاني يعني اشتغلت معهم يعني. بس كرعاية محلية ما في شيء، أجنبية أنا أروح دائم اللهم لك الحمد يعني أروح ألقي محاضرات ويعني أحضر أكثر من المؤتمرات باسم السعودية طبعا. طيب دكتور أنت تشعر أنك يعني قدمت كل يعني راضي عن هذا اللي أنت قدمته، تشعر أنه هل فيه مزيد أم أنك تشعر أنه ناوي الفترة المقبلة أنه أنت تركز على نفس هذه التقنية وتبدأ تحاول تطورها، ولا ناوي تدخل في مجالات ثانية؟ الآن يعني إحنا زي ما قلت لك الآن فيه البحث القادم اللي هو في نفس المجال هذا وقاعدين نحاول أننا نركز على الوتر الأخي اللي يسمونه والأكيلس تندن الآن في علاج المشاكل هذه. يعني في نسبة كبيرة من السعوديين أقول بعد الإحصائيات عندهم مشاكل كثيرة في القدم، فالآن المجال القادم بإذن الله عز وجل أنت عارف اللي ما يتطور يقعد في مكانه هو دائما في مخرة الركب، فيعني الإنسان دائما يحاول إنه يطور نفسه في المجال. أي عمل إبداعي أكيد إنه يكون فيه معوقات وأكيد إنه أنت يعني هذا النجاح اللي أنت حققته من الضروري جدا ومن الطبيعي إذا صحت العبارة إنه يكون فيه معوقات، وقت تكلمنا عن هذه المعوقات وكيف استطاع الدكتور زايد إنه يواجه هذه المعوقات؟ والله بداية يعني كانت أكبر معوقات اللي هو الوقت. أنت محدود في رسالة الدكتوراه بوقت معين، فللأمانة كنت أشتغل صراحة من الساعة 9 الصباح بعض الأحيان أطلع الساعة 3 في الليل، لكن الإنجاز اللهم لك الحمد يريح ويخليك ترتاح. يعني من المعوقات يعني صراحة في بيئة المخترعين عموما يعني عدم وجود بيئة حاضنة للمخترعين واستثمار الأشياء اللي والله الاختراعات اللي يخترعونها المخترعين. من المعوقات أيضا صراحة في البلد اللي هي بعض الإجراءات والأنظمة لتسجيل براءة الاختراع، يعني أنت تسجلها مثلا في أمريكا أسهل من أنك تسجلها في السعودية. يعني الأشياء البروسيس الإجراءات الأنظمة يعني في أمريكا أسهل من هنا، يعني تسجلها خلال مثلا شهرين أو ثلاثة، عندنا ممكن تقعد لك سنتين أو ثلاثة. استثمار الإنجازات هذه يعني مثلا في مبادرة وطنية معينة لرعاية المخترعين السعوديين، يعني ونس أنها تنتهي أو بانتهاء هذه المبادرة ينتهي كل العمل. يعني دكتور زايد أي إنجاز لازم يكون في أشخاص كثر وقفوا خلف هذا المنجز حتى يتمكن من إنجاز هذا الاختراع، من يقف خلف الدكتور زايد؟ والله يا سري صعب انك تحدد اشخاص. يعني بدايه انا ببدا يعني بالوالده الله يشفيها ويرفعها بالعافيه، كانت هي السبب خلينا نقول الاول اني ادخل في هالمجال، فالله يجزاها عني كل خير. الوالده الله يغفر لها ويرحمها ويستر في جناتها، الاخوان عموما، دعم الدوله طبعا، ابتعاثي من هيئه الغذاء والدواء وانا اوجه لهم شكر في هالبرنامج، يعني الجراحين البريطان، ناس كثير يقفون خلف الكواليس، طبعا أم عمر والأولاد يعني لا ننساهم، ناس كثير يقفون خلف الإنجاز، لكن أشكر كل شخص يعني أنا ساعدني في هذا البحث. حقيقة زاملت الدكتور زايد
في الفترة الأخيرة من دراسته في بريطانيا في لندن، وكان جداً من الناس اللي حريصين على عمله وحرصه على الإنجاز الطبي الغير مسبوق. الدكتور زايد من الناس اللي الإنسان يسعد بالجلسة معهم، يستفيد منهم في الثقافة، في العلم، في جميع المجالات، وليس بالخص المجال اللي تخصص فيه وهو من المجالات النادرة، ولكن أبدع في هذا الشيء، وأتمنى له جميع التوفيق والنجاح بمشيئة الله. على الصعيد الشخصي، زايد خالد الخمعلي، متزوج ولي من أبناء عمر ومحمد وسارة. أعظم إنجاز في حياتي أعتبره هو إدخال السرور على قلب والدي الله يغفر له ويرحمه، كان من أعظم الناس فرحا بالإنجاز، وأيضا على قلب الوالدة الله يشفيها ويرفع عنها بالعافية. أفتخر في حياتي كلها بكلمة قالت لي، أني أفتخر بنفسي أنك خليتني أفتخر فيك.